صار الوقت لنبدا معكم باولى فقراتنا. ومن فتره قريبه اصدر السيد الرئيس بشار الاسد قانون يقضي باعاده تنظيم القواعد القانونيه الجزائيه للجريمه المعلوماتيه يلي ضمن المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2012. تماما، بالعام 2012 كان في اول اصدار لقانون الجريمه المعلوماتيه ينظم تداول المعلومات عبر الشبكة العنكبوتية، وبعام 2022 بالقانون رقم 20 صار في كتير تعديلات. حسب الوكالة السورية للأنباء سانا قالت إنه مكافحة الجريمة المعلوماتية موضوع يتوافق مع التطور التقني الحاصل وارتفاع نسبة انتشار الجريمة المعلوماتية بالمجتمع، كان في له ضرورة لإصدار تعديلات لقانون الجريمة المعلوماتية وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي والحد من إساءة استعمال الوسائل التقنية. لتفاصيل أكثر عن هالقانون صار معنا باستوديو صباح الخير المحامية الأستاذة رنا ديب. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير ورد. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي أستاذة رنا. اشتقنا لك كثير واشتقنا هيك لحديثك، دائما نحكي نحن وانت بهذا المجال. خلينا نحكي أول شيء عن قانون جريمة المعلوماتية اللي صدر بال 2012 وشو يلي تجدد بهذا الرقم 20 ب 2022. نعم، مثل ما تفضلتوا بالمقدمة وحكيتوا أنه إحنا كان في عنا قانون ينظم موضوع الجريمة المعلوماتية، بيجرم الأفعال الغلط وبيعطي عقوبة وبيعطي غرامات. هذا القانون رقم 12 رقم 17 لعام 2012 صار في نتيجة التطور التقني السريع جدا، يعني ظهور عدد من الإشكاليات الجديدة وظهور يعني أنواع من الجرائم يمكن ما كنا بنعرفها قبل. صار في حاجة ملحة لإصدار قانون جديد اللي هو القانون 20 يتوافق مع هذا التطور، مع الجرائم الجديدة اللي ظهرت، مع تطوير أساسا. يعني دائما القوانين لما بتصدر من هم المواطن، فلما بيكون في عنا إشكاليات بينحكى فيها أنه صار في عندي هالمشكلة ما بعرف كيف بدي حلها، تعرضت نتيجة المواقع التواصل الاجتماعي لنوع معين من الجريمة ما بعرف شو بدي أعمل، مشاكل جديدة ظهرت، فصار من الضروري جدا أنه يصدر قانون. ومثل ما ذكرتي عنوان القانون إعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية. إذا في قواعد منظمة بس بدنا نعيد تنظيمها بما يتوافق مع الشيء اللي عم يصير، مع الأنواع الجديدة من المشاكل. هذا هون إذا بدي أحكي لمحة عن القانون 20 لعام 2022 اللي هو في عنا 28 جريمة معلوماتية نص عنا القانون. هلا بنذكر أبرزها، يعني بنذكر أبرزها، بنذكر الجديد اللي ما كان مذكور قبل كيف عم يتعالج، بنذكر العقوبات ليش تشددت وشو أسباب. هلا بنحكيهم وحدة ورا وحدة. يعني كتير ممتاز إنه في عنا فكر قانوني، مشرع قانوني يواكب مجريات التغييرات حول العالم. إذا أنت ما بتقدر ترتكب جريمة بالعالم الحقيقي الواقعي، كمان ما بتقدر ترتكب جريمة بالعالم الافتراضي، لأنه هذا العالم الافتراضي لازم يكون مضبوط. وأنا قلت بالمقدمة الحد من انتشار الوسائل التقنية، أنا بقصد الحد من انتشار الوسائل التقنية اللي بتأذي الآخر أو استخدام هاي الوسائل بشكل مضر للناس وسمعتهم. شو أبرز القوانين، أو خليني أقول شو أبرز الجرائم يلي هذا القانون تداولا؟ تمام. هلا بس قبل ما اقول ابرز الجرائم اول بدي اقول التعديلات الجوهريه اللي كانت بالقانون الجديد. بدءا من تعريف الجريمه الالكترونيه، بالقانون القديم كانوا عم يعرفوا الجريمه الالكترونيه انه هي يعتمدوا احد المعيارين، اما الجريمه الالكترونيه ترتكب باحد وسائل الالكترونيه مثلا موبايل، كمبيوتر او الى ما هنالك، او المعيار الثاني اللي كانوا يعتمدوه انه المحل الجريمه هو معلومات او نظم معلومات بيخترقها شخص وبيسيء استخدامها. اليوم بالقانون الجديد عم يعتمدوا المعيارين مع بعضهم، يعني نحن لحتى نكون أمام جريمة معلوماتية صرفة يجب أن ترتكب الجريمة بوسيلة إلكترونية، بوسيلة تقنية موبايل كمبيوتر، وتكون محلها هي عبارة عن معلومات أو نظم معلومات أسيء استخدامها أو اخترقت يعني بتخص حدا تاني. وفي معيار جديد ما كان مذكور بالقانون القديم اللي هو المحتوى الرقمي، يعني حتى العالم تفهم عليه شو يعني محتوى رقمي. منشور على الفيسبوك، شخص ما كتب منشور على الفيسبوك ممكن يكون هذا المنشور بحد ذاته بشكل جريمة، ويعني جريمة قانونية، إما مساس بهيبة الدولة أو مساس بخصوصية شخص عادي وشاركنا فيه. صراحة خلينا نكون شفافين، كتير طلع حكي إنه هذا المرسوم الجديد حطوه لكم الأفواه، هذا المرسوم الجديد مشان الواحد ما عاد يقدر يحكي ولا كلمة. لا يا جماعة، ما هيك أبدا. نحن في عنا مبادئ أساسية، مبادئ دستورية، حرية النقد مبدأ دستوري في دستور الجمهورية العربية السورية، مبدأ في قانونكم قانون الإعلام، ولكن لازم نميز تماما بين النقد والقدح.
بحق لي انتقد ظاهره، بحق لي انتقد عمل شخص ما لو كان مسؤول، بحق لي انتقد عمله، ولكن هذا كمبدا موجود بقانون الاعلام. لانتوا لما بتحكوا كصحفيين واعلاميين في عندكم مبادئ بتمشوا عليها. اول شيء اذا بتكون تحكوا بتحكوا عن عمل شخص وليس عن شخصه، بتحكوا بما يحقق المصلحه العامه وليس مصلحه شخصيه، بتحكوا بمبادئ الصدق والشفافيه ومبادئ انه نحصل على المعلومه من مصدرها الصحيح وانه نتحرى بشكل صحيح المعلومه، ما نكتب حي الله عن القدح والذم والشتيمه تماما وما يجرح فيه هذا الشخص. النقيض الثاني عكس النقد، النقد البناء هو القدح. انت بحق لك تنتقد عمل مسؤول، بس ما بحق لك تنتقد شخصه، ما بحق لك تنتقص من كرامته او تتنمر أو على شكله او تتنمر حتى لو مو مسؤول. اي شخص عادي بحق لك تنتقد ظاهره، ما بحق لك تنتقد شخص، ما بحق لك انت تسيء لاي كان، ما بحق لك تستعمل شتائم. انت امام بحق لك تنتقد كظاهره، والله في عنا لنفترض غلاء اسعار، ظاهره حقيقيه، ليش نهرب من الواقع؟ بس ما بحق لك تنتقد شيء شخصي مو من شخص. فإجا القانون لحتى يعرف الإنسان ما له وما عليه. فصارت العالم تحكي، ومنيح أنها حكيت لأنه هي خلت الناس تروح تقرأ القانون تبحث. وتبحث بالقانون حتى تعرف تماما شو اللي صرح فيه القانون وسمح شو اللي ما سمح فيه القانون. صحيح. ورح ننتقل نحن وياكي لحتى نحكي عن أبرز العقوبات يلي ضمنها قانون جرائم المعلوماتية ويلي تعدلت. نعم، هلا في جرائم جديده كليا ما كانت اصلا مذكوره، خلينا نحكي فيها مثلا مثل جريمه. سالتك عن شو هي الجرائم ما جاوبتي. شايف دغري انا في بيكون في ببالي شيء لازم نوه عنه لانه مهم كثير نسلط الضوء عليه. الجرائم اللي سالتني عنها ورد انه مثلا جريمه انتحال شخصيه. شو يعني انتحال شخصيه بشكل الكتروني؟ يعني انا هلا انتم بتعرفوا انه ممكن اي حدا ممكن يروح يعمل صفحه بصفحه لحدا ثاني يزورها يعني. فممكن انا انتحل شخصيه الكترونيه، اعمل حساب باسم نور، في صورتك نفسها، صورة البروفايل في. طب أنا هذا جريمة قانونية معاقب عليها بحبس ومعاقب عليها بغرامة قد تصل إلى مثلا 500,000 ليرة سورية أو أكثر يعني. بالنتيجة أنا ارتكبت فعل جرمي. طيب أنا كيف أهم من أني ارتكبه؟ شخص ارتكبه ورح يتحاسب. طب كيف أحمي حالي أنا من أنه يا ترى نحن لما بنحكي عن جريمة محتوى رقمي أو مثلا انتحال شخصية وجرمت الفاعل، هل نحن نملك القدرة بالقضاء السوري انه يكون عندنا الدليل الرقمي لنكشف فيه هي الجريمه؟ هلا صراحه في كثير تطورات بهذا المجال من ناحيه حجيه الدليل الرقمي، هلا نحكي عنها تفصيلا. بس لحتى اعطي فكره اي حدا ممكن يحمي حاله منها، الشخص اللي بده يفوت ينتحل حساب، ينتحل صوره، بيكتب اسم. بس في عندنا اللينك تبع صفحات الفيسبوك، هذا مستحيل يتزور. الاي بي اللينك تمام، هو الاي بي يعني المعرف للجهاز اللي عم يفوت منه، والخوارزميه الرقميه تمام للحساب، هذا ما بيتزور. والاي دي تبع الحساب يعني انت وقت بتفتحي صفحه الفيسبوك بيكتبوا لك اسم الشخص صورته، للدخول على هذه الصفحه اضغط الرابط الفلاني، هذا الرابط ما بيتزور. فهذا الناس ممكن تحمي هو حالها. مفرد لكل حساب او صفحه لأنه. ابدا، مثل البصمه يعني، لكل شخص له رابط خاص لكل صفحه، لكل شخص الكتروني خلينا نعتبره. طيب. تمام. طيب كثير في عالم استاذه، انا حابب اكون على بساط احمدي، ما كثير نحكي قوانين ومواد. تماما، انا ما بدي احكي قوانين. انا حابب احكي مثل ما بيجينا كثير على السوشيال ميديا، بيبعثوا لي كثير على الانستغرام انه استاذ كنت خاطبه انا خطيبي وفي صور خاصه متبادله بيني وبينه على الموبايل، او بيقول لك شخص انه زوجتي فتحت موبايلي وشافت شغلات وعملت سكرين شوت ونشرتها على الجروب على الواتساب وعملت قصص. هذا أليس انتهاك لخصوصية؟ يعني إذا حدا، أنا لنفترض أنا باعت محادثة أو عامل محادثة مع نور، ومحادثة قد تتعلق بالعمل، محادثة جدا طبيعية وعفوية، وحدا اخترق حسابي أو حسابه وعمل سكرين شوت ونشر المحادثة، جريمة ولا لا؟ أكيد جريمة، وهي اسمها هلا أنت فتت بجريمتين هيك يعني بنفس الجريمة. أولا في جريمة اسمها انتهاك الخصوصية، وحتى لو كانت المعلومة اللي الشخص عم ينشرها أو الصورة هي صورة سليمة يعني صحيحة 100% مبعوثة لإله، ما زورها، ما فبركة، ما عمل لها فوتوشوب، حتى لو كانت المعلومة اللي عم يدلي فيها صحيحة 100% عن نور كذا كذا عملت كذا مزبوط، بس هو ما بحق له، هو اخترق خصوصيتك، ما بحق له ينشر خبر عنك ولا صورة من صورك إلا لحتى ياخذ موافقتك أنت فقط. بحال أنت ما أخذ موافقتك فأنت بتنبهي، هو لازم يكون على علم بأنه أنت هذا الشيء زعجك، حتى لو مو معلومة، حتى لو كتب منشور عنك، هو كتبه بس كتب عنك شيء ما لازم ينكتب، هذا هون وقع بالغلط، كتب محتوى رقمي غير مشروع فهو بده يتحاسب. بس حتى نكون شفافين لازم يخبر هو أنه أنا يا نور أو أنا يا فلان كتبت عني هذا الشيء مسيء لإلي، هاي الصورة أنا ما بدي أنشرها، يفضل تنمس. صار عنده علم
اظهر تماما انه انت انزعجتي من الشيء اللي صار، لازم يحذفه فورا. ما حذفه فورا بنتجه بقى للمحكمه وبنتجه للاجراء القانوني والمعلقين الكومنتر تماما. اللي انا بقول لك انا ادمن صفحه نشرت بوست عم بمدح على نور بس بسخر الذباب الالكتروني والحسابات الوهميه انه يلا انبحتوا على نور، حاطين نور مثال اليوم. هون هذا اللي بيعطينا قديش كان ضروري يصدر مثل هذا القانون. تخيلوا يا جماعه انه هذا القانون فرق بين اول شيء المحتوى الغير مشروع اللي هو المنشور، اللي هو اللي بيكتب محتوى غير مشروع بيتحاسب بسجن وبغرامه وما الى هنالك. قال حكى عن اللايكات، حكى عن الشير اللي هو مشاركة المنشور، حكى عن التعليقات، رح أحكي فيهم واحدة واحدة بالتفصيل. بس ما كتير معنا وقت. لا 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 عالسريع، اللايك غير مجرم أبداً أبداً أبداً، شو ما كان ضغطت يعني لايك. إذا أنا منزل بوست عم أقدح وذم بالأستاذة رنا ديب، حطيت لايك، لايك غير مجرم. لا لك ليش ورد. في ناس إجت قالت وهن عم يعدوا مشروع القانون إنه اللايك كأنه مشاركة بالجريمة، كأنه تدخل بالقانون السوري. في شغلات أهم بكتير. التدخل أول شيء بده يكون قبل وقوع الحدث، فأنا بحرض او محرض مثلا قبل ما يوقع الحدث. انت كتبت وخلصت، انا بس كاني عم اقول لك بهاللايك اللي حطيته الله يعطيك العافيه. طب عفوا بس كلمة. انا ما عملت شيء. عفوا كلمه يعني انا هلا ولو مثال قاسي حدا عم يتنمر على هيبه دولتي، على الجيش العربي السوري، على قياداتي، وبوست موجود وانا فوت وحط لايك. هلا هو خطا، يمكن بالتعديلات الجديده ينتبهوا بهذا القانون. المعلومه بتقول انه اللايك غير مجرم. اللايك ما اما التعليقات انا عم فرز لانه هي اجت حرفيا بالقانون. اللايك غير مجرم. التعليق حتى لو كان المنشور سليم 100%، انت ما مسيت حدا بمنشورك ولا مسيت هيبه الدوله ولا شخص من الاشخاص، انت كتبت منشور كثير طبيعي وكثير عادي، كان في احد التعليقات مسيئه لشخص، مسيئه لشخص اعتباري، يجرم التعليق. هون عندنا المسؤوليه الجزائيه بالقانون السوري مسؤوليه شخصيه ورد. يعني كل شخص بيتحاسب عن فعله. كتبت منشور سليم انت ما لك علاقه، اجى حدا حط تعليق مسيء فهو بيتحاسب، يمكن ينسجن يمكن غرامه حسب شو هو التعليق. بالنسبه للشير، الشير كثير خطير. الشير كانه فاعل، كتبت انت منشور غير مشروع شير واعاد نشره، يمكن اخطر منك لانه يمكن هو عدد المتابعين بصفحته اكثر من عدد المتابعين، مع انه انت ورد اكثر حدا قليل كثير فزدناها. بس انه الشير، لا الشير يجرم تماما ككاتب المنشور. فميز القانون بين هدول الثلاثه، اللايك والتعليق والشير. من قديش لقديش ولا كل جريمه شكل؟ كل جريمه ما فيك نور، ما فيكي تعطي حبس واحد. هلا بالحبس ممكن يوصل لثلاث سنين، ممكن يوصل لخمس سنين مثلا، انتحال شخصيه مثلا، او عفوا مثل احتيال الكتروني. بتتشدد العقوبه لازم نقول بحالات معينه فرض القانون السوري، اذا كان عم يتوجه بالاساءه لجهه عامه، لانه هلا كمان بتطلع اصوات انه لك ان شددت العقوبه لما بتمس جهه عامه. يا جماعه اللي بيمس جهه عامه كانه مس الشعب كله. تماما انت عم تعرض لهيبه دولتك، يعني عم تعرض الناس كلها للخطر. تماما يعني وهذا الشيء لازم ننتبه له فعلا. تماما يعني ويكون اختيارنا وانت يعني انتقاء الكلام اللي نحن بدنا نكتبه يكون واضح، يكون جدا مدروس لحتى ما نتعرض لاي مساءله قانونيه. صحيح. تمس فينا بعائلتنا والمجتمع المحيط فيه. شكرا كثير لك استاذه رنا، يعطيك الف عافيه. شكرا كثير صراحه الموضوع بحر يعني. والله انا ما حابب انهي الفقره. قلنا لازم اسابيع قادمه، ولكن نطرح بارت 2 الاسبوع الجاي. اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لك.